السلام عليكم حبيبتي، ان شاء الله تكونوا قاع بخير وربي رازقكم راحة البال ان شاء الله. اليوم جبت لكم زوج ولا ثلاثة وصفات صحية لزيادة الوزن، وخدودكم يقعدوا حمرين ووجوهكم منورين ان شاء الله. وصفة مجربة وبمكونات بسيطة. انا كي نقول لكم وصفة مجربة ماشي انا، غير بناتي يجيبوهم عند صحاباتهم، تاني صحاباتهم يكونوا مجربينهم ولا من الانترنت، وانا كي نشوف النتيجة نبغي نتقاسم معاكم هذه الوصفات المجربة واللي تمد نتيجة رائعة. شوفوا ريهام بستخاس تاع البكالوريا ولات ما تاكل والو، راني ندير لها هذه الوصفات الحمد لله راهي محافظة على الوزن تاعها وخدودها حمرين. عاد لو كان جات تتناول الوجبات اليومية لو كان راهي كتر من هاك، ويا سبحان الله هذا الاسبوع والله فتحت لها الشهية بزاف وراهي تاكل كمية كبيرة. كيما البارح كنا 8 سبتمبر والله على 9:30 تاع الليل قالت لي ماما راه في خاطري الطعام اللي هو الكسكس، نوط درته لها على 9:30 تاع الليل وكلات حتى انتفخت تعشات بيه. وعاود درك راني ندير لكم في المونتاج راهي الوحدة تاع النهار وراحت سخناته وراهي تفطر بيه يعني تغدى بيه. عاد في الصباح تاني فطور الصباح عاود كلات الحمد لله. وتاني كوتر بالتحضيرات تاع الماستر تنين راهي تتعب، وملي تجمع يقعدوا غير مجمعين ينسوا كاع الماكله، بصح كوطه راهي تاكل العقده تاع التين وزيت الزيتون. دوك نحكي لكم عليها خاطرش الفيديو اسبقني. هذه الوصفه الاولى. عندنا كميه تاع حلوه الترك اللي هي الحلاوه صحيه، هي مخدومه بالجلجلان بالسمسم، تدو هكا مغصو قد مغرف كبيره وتبشروها هكا في لاغاب. وباش تستحضوا على حلوه الترك ما تتعسلكمش ديروا كيما انا، ديروها في كيس بلاستيكي وغلقوا عليه مليح، وعاود ديروها في علبه محكمه الاغلاق باش تقعد لكم ناشفه. نولي لكم للعقده تاع اللي تاكلها بنتي كوتر اللي هي ما بغاش تاكلها، قالت لي ماما صايي مليت هذه لي حاجه واحده اخرى، عليها درت لها ثلاث وصفات. قلت لكم هذه الوصفه والله انا تبان لي ما كانش وصفه مفيده كيفها، تزيدوا في الميزان خاطرش تفتح لكم الشهيه، وكي تفتح لكم الشهيه تولوا تاكلوا كميه كبيره، وطبعا تزيدوا في الميزان تحسوا هكا بالنشاط بالقوه المليحه لفقر الدم. وما كانش مكون طبيعي كيما التين وزيت الزيتون يمد لكم فيتامين دي مذكوره في القران. ودوك نولوا الوصفه تاعنا. هنا غادي ندير هذيك حلوه الترك اللي بشرتها هنا في هذاك الفنجال، هذا تاع كوطه تشرب فيه قهوه قلت لها جيبيه نقلشوا به ريهام مسكينه راهي عيانه وغادي تفوت الباك، يعني نزوقوا لولادنا باش تعجبهم الوصفات اللي نوجدهم لهم. دوك ندير هاد حلوه الترك هنايا ونزيد عليها الحليب اللي يكون سخون، غادي تذوب بالخف ما غاديش تطول، نحرك شويه وغادي نقدمهم مع هذوك كرات الطاقه اللي كنت حاطت لكم الوصفه تاعها البارح، مخدومين بالتمر والمكسرات يجو بنان. انا غادي نولي نعتمدهم كوم غاطو في المناسبات والاعياد هادو. دوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. ودوك ندي لها هاد الحليبه حلوه الترك. شوفوا مساكين يكونوا مستريسين يكونوا غير مع الورق الكتوبه الكايات، ربي ان شاء الله ينجحهم. ونشوفوا الوصفه الثانيه ساهله ماهله، زوج مكونات جلجلان وياغورت. هاد الجلجلان نقيته مليح من داك الحجر اللي يكون فيه ترونسبارون يجي كيما الزاج، الا تنقوه مليح وحمصته على نار قليله، درته في صينيه دخلته للفرن على درجه تكون هادئه 80 درجه كيما الميرينغ، طفيت عليه وخليته يعاود يكمل التحماص تاعو غير في هذاك السخانه اللي تكون في الفرن الهادئه. وندير هكا قد زوج مغارف صغار ولا مغرف كبيره في بو ياغورت، تخلطوهم وتعطوهم لبناتكم ولا ولادكم ياكلوهم ديسير في الفطور ولا العشاء. كيما البنات يساعفوا ياكلوا كل شيء، وكان حتى ما ياكلوش غير هكا شويه تتحمروا فيهم كولي منا تاكل، بصح الشاشره الاولاد ما يبغوش ياكلوا غير بشويه وساعفوهم وكل باش تقد تركز باش تساعدك باش تنشط، غير بشويه ساعفوهم باش ياكلوا لكم. وهذه الوصفه الثالثه، المكسرات اللي يكون عندكم في المطبخ ولا الفواكه الجافه اللي يكونوا عندكم جبدوهم وخلطوهم وديرهم في بول واعطوا لولادكم. كما انا عندي هنا شويه تاع جوز، انا نشري جوز هذاك اللي بالكشور تاعه يسقام رخيص، السعر تاعه ماشي غالي 70 ميل. شويه تاع لي بونبون حلوه الحلقوم هذه تاع الشوكولا، عندي شويه تاع اللوز، هذا المشمش تاني مليح، تقدروا ديروا تاني البرقوق المجفف،
هذا الزبيب الاسود تاني مليح، شوفوا اللي يجي ملحم مليح للذاكره ومفيد. عندي هنا الزبيب هذا الاصفر، بغيت نشيل هذاك اللي يكون الحجم تاعها كبير، هي تبغيه بصح عجزت معليش قلت ندير لها غير هذا. نخلطهم كاع في بول مع دوك لي بونبون، اذا عندكم تاني شويه تاع بندق حمصوه، المهم اللي يكون عندكم. نوات كاجو، نوات كاجو شويه غالي، خلطوهم ونديرهم لهم في علبه تكون شابه. كما انا غادي نحطهم لها هكا في هاد السكوريه، نحطهم لها قدامها وكي تجي في خاطرها حاجه تاكلها، ولا علبه تكون مهم حاجه مزوقه باش تعجبهم، واللي بقى لي نديره في هذا البول ونغلق عليه. وان شاء الله جربوا هذه الوصفات لولادكم وربي ينجحهم باذن الله، والى الملتقى ان شاء الله.